بعد الرجاء البيضاوي الجديد المصري عمرو زكي تشير إلى خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا بشكل مفاجئ وغير منتظر من طرف النادي وبدون علم الطاقم الطبي للفريق، كما جاء في بلاغ للنادي على موقعه. تم قبل قليل فسخ العقد الذي يجمع اللاعب ببطل المغرب، ونستمع بهذا الخصوص لمحمد الناصري الناطق الرسمي للرجاء في اتصال هاتفي متحدثا عن ما وقع بالضبط بكواليس قضية عمرو زكي. بعد ما بذل فريق الرجاء الرياضي مجهودات جبارة في فترة الميركاتو الشتوي الأخير باش يجلب لاعب كبير ونجم بارز من نجوم الكرة المصرية والإفريقية اللاعب عمرو زكي باش يطعم الفريق في المشوار ديال البطولة وفي مشوار عصبة الأبطال الإفريقية، فوجئنا وفوجئ الجميع بالإصابة التي طرأت على اللاعب أثناء إحدى الحصص التدريبية، وبعد ما خضع الكشوفات الطبية سافر لألمانيا لمتابعة هذه الكشوفات، إلى أنه البارحة قرر باش يجري من تلقاء نفسه عملية جراحية. وعن كيفية الوصول إلى اتفاق لفسخ العقد بين الطرفين يقول محمد النصري: اليوم تم الاتصال الهاتفي ما بينه وبين الرئيس للاطمئنان على صحته والدعاء له بالشفاء بعد إجراء العملية، وكان دار الحوار حول الوضعية وفترة النقاهة واللي غدا تدوم كثير، وتفهم في نفس الحوار اللاعب عمرو زكي الوضعية ديال الرجاء اللي ما استفدت شيء منه في هذا الظرف، وابدا موافقته على النقاش حول طريقة فسخ هذا العقد، وفعلا تم الاتفاق على ما يلي: اولا الاتفاق على الفسخ، اولا ثانيا انه سيتم توقيع هذا الفسخ بالقاهرة على هامش اللقاء اللي غادي يكون ما بين فريق الرجاء والمكتب ديالو مع المحتضن الجديد لواحد المجموعة العربية اللي متواجدة بالقاهرة، وعلى هامشها غادي يتم توقيع الفسخ ديال العقد مع عمرو زكي بشرطه وتنازله على جميع المستحقات المادية اللي بقى ليه او لا اللي خدم من عند الرجاء، شريطة أن فريق الرجاء غادي يتحمل المصاريف ديال تأدية تم فاتورة إجراء العملية واللي كتقدر ما بين 22 مليون و 23 مليون سنتيم. والأكيد أن الكل يتساءل عن الحالة الصحية لعمرو زكي قبل التوقيع لفريق الرجاء، وهل خضع للمعايير المتعارف عليها قبل التوقيع؟ وبذلك يجيب محمد الناصري: كيف جرت العادة أنه قبل توقيع أي عقد للاعب محترف في فريق الرجاء، وهذه سنة متبعة عند جميع الأندية، لابد أن يخضع لفحوصات طبية، وهذا بقى به طبيب الفريق، بل إن طبيب الفريق عرض اللاعب على بعض المسحات المختصة في الكشوفات الطبية المعمقة وتأكد عدم إصابته بأي شيء خلال لما تناقلته بعض القصصات الصحفية، ولكن من بعد أثناء التدريب بعد احتكاك بسيط مع أحد زملائه أصيب في كاحل رجلي اليمنى، وتطورت الأحداث إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. الاتصال الهاتفي مع محمد الناصري الناطق الرسمي باسم الرجاء البيضاوي أجراه زميل يسري.